تفضل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بإجراء لقاء صحفي مع رؤساء تحرير الصحف المحلية، ونوه سموه خلال اللقاء بما للصحافة المحلية من دور رائد وفاعل في التنمية والبناء والتطوير. من جانبهم أعرب رؤساء تحرير الصحف المحلية عن بالغ شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يوليه من اهتمام بالصحافة وما يقدمه من دعم لحرية التعبير وبما يسهم في مسيرة النماء والتطوير في المملكة.